وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. مرحبا بك سيدة بلسم في نشرة أخبار الثالثة، ولو تطلعينا على تفاصيل إبرام الوزارة لاتفاقيات تنفيذ الوحدات السكنية في البحير وهورة سند. مساء الخير، حبيت أشكركم على هذه الاستضافة. الحمد لله أبرمت اليوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقيتين لتنفيذ 123 وحدة سكنية في منطقتي البحير وهورة سند في المحافظة الجنوبية بالشراكة مع شركتي السرايا والنمل العقاريتين. طبعا هذه الخطوة تأتي في إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي من أولى مشاريعنا المنفذة في المحافظة الجنوبية. وطبعا بهذين المشروعين تكون حصيلة المشاريع اللي أطلقتها الوزارة منذ تدشين البرنامج تصل إلى 4 مشاريع في المحافظة الشمالية والجنوبية. طبعا هذا التقدم في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالتأكيد هو نتاج التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بخصوص التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وكذلك في هذا السياق حبيت أني أنوه أن الوزارة عندها المزيد من الحزم من المشاريع اللي إن شاء الله راح تطلق مزايداتها إلى المطورين خلال الفترات القادمة، واللي نسعى من خلالها أن تشمل هذه المشاريع مختلف محافظات المملكة. بالنسبة لتفاصيل الاتفاقية الأولى، راح تشمل تنفيذ مشروع سكني في منطقة البحير بالشراكة مثل ما قلنا مع شركة السرايا على مساحة أرض 20,000 متر مربع، وبتوفر المشروع تقريبا 76 وحدة سكنية. أما بالنسبة للاتفاقية الثانية، راح تشمل مشروع سكني في منطقة هورة سند على مساحة أرض 10,000 متر مربع، وبتوفر لنا إن شاء الله 47 وحدة سكنية. وحبيت في النهاية أضيف أن كل هالمشاريع إن شاء الله راح تتخصص للمواطنين الراغبين في الانتفاع بالبرامج التمويل اللي توفرها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة. نعم، المهندسة بلسم السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.